اتواصل معكم ومع الزملاء في الكنترول، ننتقل لتابع التقرير القادم من شرق دارفور. وإشراق الشمس في دارفور ليس كما الماضي، فالماضي لم يفلح إلا في صناعة صورة ليست من الواقع في شيء، والمرآة هنا استعادت بريقها وكل شيء عاد إلى موطنه، والرحلة والراحلة استأنست برفقة الأرض والماء وهواء الطبيعة للتطبع. هو الأمان حيثما حلت الراحلة والراحل، وهجرة الماء والعشب لم تكن هذا العام إلا تقليدا لا ضرورة. نحن دارين الأمن، دارين الأمن ده يكون لنا إحنا بقرنا دي اللي مشينا بين قرب جاي يكون سمحات وما في مشاكل، لو مشينا بين صباح جاي يكون سمحات وما في مشاكل، لو مشينا صعيد جاي يكون سمحات وما في مشاكل. يعني نحن نالخلط جميع القبائل، نمشي سوا نتونا زي ونسيتي ونستك دي يكون ما في مشاكل، ده كمان دارينا شديد. والنار كما الماء ضرورة رغم التناقض، حيث لا بقاء لأحدهما دون الآخر، والبقاء لا يتأتى إلا بالسعي، كلهم يدركون بالفطرة، فامشوا في مناكبها. والأمان وحده رفقة الجارية في مسارات لا خوف فيها إلا من الضباع، والضباع تعيش مع الغنم حيث يحل العدل، والعدل لا يحل إلا في سلام. المزارعين في مزارعهم والرعاة في مرحالهم وفي سيرهم، وما في أي احتكاك، ما في أي مشاكل، الناس مطمئنة مستغرين ماشين يعني الآن البادية منطلقة الحمد لله، ومتمتعة بجو الخريف بإذن الله سبحانه وتعالى، والأسواق منتعشة يعني عدد كبير من المواشي في الأسواق. والرحلة تستمر، والخريف يحط رحاله في تربة خصبة لا يعرف أصحابها فساد المنتج ولا أمراض الأسمدة، والهواء هنا واحد يتشاركونه كيفما اتفقت ظروف الطبيعة صيفا أو خريفا، والآمال تعلو والخطوة تتلوها الخطوة، والمستقبل قريب لا محالة. وكذلك العزائم باقية، ما بقي السلام حاضرا، لا يهزمها التراجع، ما بقي الضمير حيا. شرق دارفور والعافية تسترجع من المال والنفس ما أخذته سنوات العداوة ومعارك الأنفاس الضيقة، على كيفهم، فلا أحد هنا يجبر الآخر على الضحك، كل شيء هنا يعود إلى الفطرة، والفطرة ضاحكة لا بائسة، ولكل هنا ما يشتهي، وكل شيء هنا دون إكراه أو عداوة. جابر المنصوري، الشروق، ولاية شرق دارفور. أعود صندل بدخرو للغباشة ما بنطو يا بيت عما جبب.